أصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هكذا تستقبل الجماهير الباريسية في هذه الأمسية، أمسية الكلاسيكو، لقاء باريس سان جيرمان والأولمبيك دو مارسي، مباراة للتاريخ، مباراة أرادت فرنسا أن تجعلها القمة الأولى الكروية في بداية التسعينات، لأنه قبل هذا كانت المواجهات التاريخية بين مارسي ونانت وبعدها مارسي بوردو، ولكن في التسعينيات الفترة اللي كانت فيها القناة كانال هي الراعي الرسمي وهي طبعا متبنية فريق باريس سان جيرمان، أرادت أن تكون القمة كلاسيكو على النمط الإسباني، مارسي باريس سان جيرمان. ولو أنه لحد اليوم يعني حتى عنونت الصحافة الفرنسية من خلال الصحيفة الأشهر في فرنسا وأشهر الصحافة الرياضية في أوروبا ليكيب، ما زالوا يقولون أنه على النمط الفرنسي لو كلاسيك لقاء باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيل اللي ينطلق في لحظات هنا في ستاد البارك دي برانس. بالخواتيم تمشي كره بالراس خطيره وفرصه اولى يتصدر الحارس منذ قدومه في اكتوبر 2016 لاشراف العرض الفني للوام الذي يعاني دفاعيا، يمشي بدون الهربه، يبعد على ماركينوس، يعمل عرضيه خطيره الكروس وممتازه ريولا. 10 القاف اللي كان يليهم مارسي 9، ثم من الفرق المتقدمه على مستوى عدد التتويجات في الدوري فريق البي جي ب 6 القاب. مباراه اليوم تجمع ايضا في مرمى الفريق الباريسي في الاليانس ارينا ضد البافاري بايرن ميونخ في دوري المجموعات. كرة تمشي كورنر، اول الركنيات، اول الضغوط، بدايه القمه ببرشا همه. اختير على دفاع البارك، تمشي الكرة الباري، نيمار 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 وتهرب من الكرة، ممتازه جدا في ظهر المدافع، خطيره، يمشي كيلان يضرب كرة جول. 1-0 للبي جي، 1-0 لباريس سان جيرمان في 10 دقائق لعب. مبابي جول، الهدف الاول لباريس سان جيرمان، وتشتعل الاجواء والمدرجات هنا في البارك دي فرانس في حديقه الامراء، امراء العاصمه يسجلون يتقدمون في الكلاسيكو نمبر 1 في كورتهم. هذه كره ممتازه، شوف الباس والكره الاولى، يلعب كره باس ممتازه في ظهر الدفاع، حاول ويضيع كره ومبابي ما يضيعش، يضرب كره كونتر بي على الحارس ضد اتجاه حارس المرمى كبير العاصمه، ترجع كره مارسي خطيره، لويم عنده شانس. هذا على فكره الهدف رقم 99 لنادي باريس الاوروغواني الشهير فرانشيسكولي. عندك سوزي واسماء كبيره جدا مثل اللاعب رودي فولر الالماني، بوكسيتش، اللاعب لورون بلون اللي كان درب البي جي طبعا، فابريتسيو رافانيلي، فان بويت الهولندي، ديدي دروغبا الافريقي الايفواري، وعابدي بولي نجم البلاك المطالب اكثر بالحذر والانتباه في الدفاع امام نار هجوم البي. يلعب رابيو حتى الثاني، كافاني كافاني، بابي بابي كافاني، وفي تسلل في تسلل رفعت الرايه، رفعت رايات المساعد، وفي المدرجات رفعت الرايات العاليه لباري سان جيرمان، خطيره لفريق مارسيليا، خطيره جدا، عرضيه قريبه، راسية أقرب إلى ميلان، ترجع كرة انطلاقة خطيرة، فرصة كبيرة، الثاني يقترب، سيضرب، ترجع الكرة مرة أخرى، خطيرة جدا، الرابيو الثاني، والهدف الثاني، الهدف الثاني، هذا الباريسي يطمن، هذا الباريسي منور، هذا العاصمي يمتع، هذا نيمار يمتع، هذا سان جيرمان يتمتع، هذا فريق فرنسا يستمتع، وهذا مارسيليا يعذب، الهدف الثاني سان جيرمان، الهدف الثاني للبي جي، فتحت عن بحر يا رولاندو، فتحت عن بحر يا رولاندو، ولكن اليوم رولاندو وغدا غير بالاحرف ستجد رونالدو. شوف الكرة، شوف الصورة، شوف رابيو، يلعب نيمار ضد الملوك، ترجع الكرة للأمراء، يلعب نيمار، حذاري يا بيلي، حذاري يا بيلي، ترجع الكرة كافاني، إديسون كافاني، تمشي كرة خطيرة، ملعوبة بالراس، فرصة، فما تسلل، فما تسلل، هذه الأخطاء ما توكلش عليها، يمشي خاصة الفريق في فورما، يمشي نيمار، حتى نيمار دي جانيرو، السامبا دي جانيرو، كاد يجيب الهدف الثالث، كرة ممتازة، تمشي كرة عن طريق نيمار وقريبة برشا، فقط الكون سيرخيو اليوم فاتوا، لأنه اليوم سجل في
كرة خاطئة، شوف الارتباك في الدفاع، هذا الدفاع لا يطمئن. تمشي كرة المرسي، كرة الوام، هل من عودة هل من هدف؟ يمشي مارسيلي يضرب، شاط كرة وين عالية، وين عالية برشا، مشات في السان، مشات في السان في النهر يا أمافي. كرة بعيدة من أمافي، طول مدة في التاريخ مبابي أسرع لاعب يلعب الكرة خطيرة، والهدف الثاني يمشي نيمار، حط لهم القارص في عينيهم نيمار، يمشي نيمار، تمشي كرة على القائم الثاني، هين الراسية رجعت صعبة، ما زالت الفرصة، هو الحارس أريولا رجعت الكرة من أريولا براسية راس مراني، بعد 26 مباراة حط الكرة يلعب بايل، حط له بايا بايا الكرة بتاع ديمتري، بايا الكرة بتاع ديمتري، توفا حات الباس، هو بايت يوجه قذيفة تشكل أقرب كرة لهدف، أخطر فرصة لمارسيل، كل نيمار 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 مش موقف في مضرب الجزاء، يقول ما يقول شيء باستيان، هو نيمار عمل شو، نيمار عمل الكرنفال، ترجع الكرة رابيو، الرابيو رسميا. تحياتي المتجددة زميلي معز ملاحية واستوديو القمة الفرنسية بالكلاسيكو باريس سان جيرمان الأولمبيك دو مارسي، الشوط الثاني على وشك الانطلاق يا سادة، هنا كالعادة في البارك سان جيرمان لا يساوم، يتقدم بثنائية، رغم أن أرقام الشوط الأول خليني نقول أن مارسيليا لم يكن سيئا وكان خاص التمرير 87% نسبة التمرير الصحيح لمارسيليا أو لبي جي، و 84% قريبة برشا لمارسي، تفكير سيكون قادم لموقعة الأربعاء، بينما هنا كرة لمارسيليا ممتازة جدا من بابي، بابي حاط الكرة عالمي بابي، والتمريرة في الأهداف اليوم بالرأس، اللعب العالي من قوة محور دفاع الواد لوسيلسو، رجع كرة رابيو فباش تسلل، يمشي رابيو يوزع كرة البحث عن كافاني، وكيف ستكون مباراة الحرارة ضد الميرينجي، وهنا ركنية، الركنية تافاليسي يدربوا رافائيل بيليتيس، ترجع كرة بالراس فريق باستيا في عام 78 في كأس الاتحاد الأوروبي، كافاني جول، جول ديدسون كافاني، رائع جدا الأورجواني، هدف عالمي، هدف بتاع مهاجم عالمي جدا، حتى المدافع في ظهره لف ودار، وقف بكرة كنترول وضربها بالساق الاخرى، وكبيرة برشا، خشينا برشا من كافاني، الهدف الثالث وقفنا الكلاسيكو، اديسون كافاني هدفه رقم 24، هنا يقول سنعود، هنا رسالة كافاني هذه موجهة لريال مدريد، شوف الانطلاقة، شوف الكرة المتابعة نيمار، هاي اللفة، هاي الدورة، مارسيليا يخترق الآن، تخنق مارسيليا في المباراة اليوم، شكله من عندنا، شكله من ديرتنا المخرج أو يفهم كلامي، شوف اللفة أعطيه، ثلاثة شباك، أرقام واعدة جدا بأداء ممتاز جدا، بينما هنا كرة خطيرة، هو جوستافو يضرب الكرة لويس، والكرة البرة من جوستافو لويس. مركز فقط خطورته على الكرات الثابتة، الدفاع لحد الآن ناجح، مباراة يقول الفرنسي أنا رابح ثلاثة بلاش، وعندي بعد 10 أيام الريال، كرة تمشي لبايت يلعب الكرة ديمتري، الضربة الرأسية الحارس والركنية، ضربة الرأس أولى فرص المباراة القريبة جدا يا زيشي، الكرة تقريبا أريولا تمشي كرة كورنير، يضرب ضربة رأس دي ماريا، ترجع الكرة عن طريق توفا، يمشي فلوريان، كرة ديمتري بايت يوزع كرة خطيرة، حاول الشوط وكرة ممتازة، وضاعت الفرصة، ضاعت الفرصة، مارسيليا كان مطالب أنه يلعب بهذا ستايل، مارسيليا كان مطالب أنه يضغط القدام، واحد أجمل من خوه في هذا الموسم في مرمى مارسيليا، ترجع كرة كورتزاوا بعد النجاح في الاختبار الهجومي قابل تعادل، يمشي بالكرة دي ماريا، دي ماريا يبحث عن الرباعية، خطيرة للرابع، يمشي بالكرة لوسيلسو، خطيرة دي ماريا، كان ممكن يلعب على اليسار أحسن، كان يمشي نيمار، يمشي نيمار، الرابع يا نيمار، يلعب الكرة خطيرة وبعيدة كورتزاوا، إيش يعمل كورتزاوا؟ كرة بعيدة من كورتزاوا، تنويع اللعب لمين؟ اليسار